أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فكرة لبكرة. وزي ما حضراتكم عارفين إن فكرة لبكرة دايما بيتبنى المواهب، دايما بنستمع لأفكار شباب مصر، دايما بنعمل على تنفيذها من خلال برنامج فكرة لبكرة. معايا النهاردة في أول فقرات حلقة اليوم يعني شبه فرقة يرأسهم والد لهم، الأستاذ محمد سعيد. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا بيك. والموهبتين ما بين القرآن الكريم والإنشاد الديني، أهلا بكم. أهلا بحضرتك. يعني قبل ما نبدأ موضوعنا، ممكن تكلمنا أكتر عن نفسك وإزاي بدأت مع أولادك في موهبة الإنشاد الديني والقرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أنا بشكر حضرتك وبشكر القناة وبشكر جميع العاملين على هذا الشرح، على الصرح العظيم. ربنا يكرم. بالنسبة طبعا لينا، أنا محمد سعيد مشرف، أب للأسرة وهم أولادي. طبعا أنا ربيتهم الحمد لله في الأزهر تربية نشأ إسلامي، وشفت فيهم مواهب يعني عديدة. طبعا الأستاذ زياد، لما طبعا هم حافظين القرآن الحمد لله، فلقيت فيه حتة الإنشاد، يعني بيحب الإنشاد، فابتديت معاه وحطيته على أول الطريق. بالنسبة لأسامة نفس الكلام برضو، أنا يعني حطيته على أول طريق، شفت صوته وكان طبعا بيقرأ قرآن في المسجد معانا وكده، فالناس أثنت عليه، فأنا شفت فيه مواهب جميلة بالنسبة للتجويد وبالنسبة لترتيل القرآن. بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لك فيهم دايما. وأحب أعرف من الأستاذ أسامة، كلمنا عن نفسك، إزاي بدأت في حفظ القرآن الكريم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرتك، أنا اسمي أسامة محمد سعيد، طالب بكلية أصول الدين بالجامعة الأزهر. أنا الحمد لله حضرتك يعني لي الشرف إن أنا درست في الأزهر من صغري، والدي حرص ووالدتي حرصوا إن أنا أتربى في الأزهر، فالحمد لله ربنا كرمني ودخلت كلية أصول الدين، صرح علمي عظيم طبعا، وسعيت إن أنا أقرأ قرآن. وبمجرد ان والدي شافني ان انا بتحسن في القران الكريم، فلفت نظري ان انا حطني على اول الطريق ان انا اقرا في التجويد. ووالدتي طبعا شجعتني على كده، والحمد لله يعني من سنتين سعيت في الموضوع. القران كاملا؟ الحمد لله. طب يعني نحب نسمع حاجه للشيخ المنشاوي. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا نعم.
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله ربنا يعني ينفعك بالقرآن دائما لوالديك يا رب. الأستاذ زياد صاحب موهبة الإنشاد الديني، يعني كلمنا عن بدايتك في طريق الإنشاد الديني وإزاي والدك شجعك، ونسمع كمان إن والدك بيألف لك بعض كلمات الإنشاد الديني، كلمنا أكتر عنك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد حضرتك، أنا بداية أنا لما كنت في المدرسة في الأزهر كنت في الإذاعة، في الإذاعة المدرسية، فروحت مسابقات تبع الأزهر الحمد لله في تانية إعدادي، خدت تاني منطقة جنوب القاهرة، وبعد كده الحمد لله بقيت برضو بشترك في مسابقات لحد ما دخلت الجامعة. كان أول ظهور ليا في التلفزيون كان مع الدكتور أحمد عبد عوض في قناة الفتح، وانا كنت انا طبعا مواظب على الحفلات في المساجد، انا عملت حفلات في مسجد زين العابدين وفي في مساجد كتير في سيدة زينب الحمد لله، و الحمد لله يعني نقول مع حضرتك هنا ان شاء الله. ورحت حفله معرض الكتاب في مؤتمر الازهر في معرض الكتاب السنه دي الحمد لله. حضرت حفلات يعني كتير. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، يعني نحب نسمع حاجه منك يعني. طيب هو في انشوده لمنشد يحيى مصر. تمام. في قلبي رسول الله، في قلبي رسول الله، يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، واشتياقي ونحيبي للرحاب والقباب، في قلبي رسول الله، خير من زكى وصلى وعن الدنيا تخلى،
خير من زكى وصلى وعن الدنيا تخلى زاد أهل الشرك ذلا كل من عاداه خاب في قلبي رسول الله كم به نالت حليما من معاليه العظيمة كم به نالت حليما من معاليه العظيمة فيض خير وغنيمة فهو للخيرات باب في قلبي رسول الله. اللهم صل على سيدي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بحييك على اولادك، يعني ربنا ينفعك بهم دايما. بس احب اسمع من حضرتك ازاي يعني قدرت تالف كلمات للاستاذ زياد ووصلت معهم الطريق ازاي؟ هو زياد لما بدا الانشاد كانت المشكله في انه عايز كلمات جديده، وانا الحمد لله كان عندي موهبه التاليف من زمان. يعني انا بحب ان انا اكتب من زمان. بدات معاه انك تالف له كلمات، فطبعا هو في الحقيقه اللي طلب مني كمان. قال لي انا عايزك يا بابا تكتب لي اناشيد عشان خاطر اقولها عشان يبقى بيها جديد في السوق. تمام. ما يقولش كلام غيره، يقول كلام خاص بيه. كويس. فتقول حضرتك. فطبعا من هنا انا بدات ان شاء الله معاه يعني، والحمد لله ربنا وفقنا يعني، وكلام ألفنا كتير وهو قال بعض منه. طب بس نحب نسمع حاجة يعني ليه من الأناشيد اللي حضرتك ألفتها إن شاء الله. الكل اهتدى إلى الإسلام بفضل النبي، وها أنا أمدحه بنورك أمشي في دنيا لا أرى ذنبا وفي الفردوس ننتظر الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله يريد قلب النبي اللي رضا مطلبي يريد قلب النبي اللي رضا مطلبي هو ديني ومذهبي هو ديني ومذهبي وشفيعي يوم لقاه الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله في منامنا شفت النور ومنه طير عطور في منامنا شفت النور ومنه طير عطور والكل واقف بيزور شامي او كان مغربي والكل واقف بيزور شامي او كان مغربي الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيبي حبك جاري في وريدي يا رسول الله يا حبيبي حبك جاري في وريدي والقلب بيتمنى والقلب بيتمنى الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله بتمنى أموت وأشوفك
تشفع لي من العصيان، بتمنى اموت واشوفك تشفع لي من العصيان، في الجنة كن خدامك، في الجنة كن خدامك، وخدودي على الأقدام، وخدودي على الأقدام. الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله يا آخر المرسلين جبينك يا سمين، يا آخر المرسلين يلي جبينك يا سمين، يلي ريقك ترياء دواء لكل المبتلين، يلي ريقك ترياء دواء لكل المبتلين. الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله، يا رب العباد نجينا وعلى الصراط عدينا، يا رب العباد نجينا وعلى الصراط عدينا، يا رسول الله نادينا، يا رسول الله نادينا، في الجنة نكون وياك، في الجنة نكون وياك. الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله. الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله. طبعا الانشوده دي من تعريف والدي الاستاذ محمد سعيد مشرف، ومن الحان الاستاذ اسامه محمد سعيد مشرف. يعني ازاي يعني قدرت تالف الكلمات الرائعه ديت وفي وقت قد ايه؟ كلمنا اكتر. لا القصيده دي خدت حوالي نص ساعه. ساعه والله مش كتير يعني. الحمد لله من فضل الله. يعني انت مؤلف من زمان؟ لا انا عندي انا مش يعني مش مؤلف محترف، ولكن انا عندي الموهبه. يعني انا من زمان وانا عندي موهبه الكتابه وتكتب، وبحب ان انا اكتب. بسم الله ما شاء الله، يعني كلماتها يعني متؤديه ان واحد اللي كاتبها مميز في مجاله. الله يبارك فيك. انا بحييك على كده. الله يبارك فيك. الحمد لله. يعني استاذ اسامه، لو قلنا مين مثلك الاعلى؟ طبعا بعد والدي، بعد الرسول وبعد والدي ان شاء الله، الشيخ محمد صدق المنشاوي. يعني انا تقريبا متاسس على الشيخ ده وبسمعه من وانا صغير قوي. تمام. طب نحب يعني نسمع آية صغيرة للشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
قال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله ينور عليك، يعني صوتك رائع وبتقلد الشيخ محمد المنشاوي بالظبط، يعني يعني متأسس عليه الحمد لله. احييك على كده. الله يخليك. أستاذ زياد، يعني نحب نسمع منشودة أخيرة لحضرتك، سمعني إيه؟ برضو من تأليف والدك برضو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. الحسن قال للجمال إن النبي أجمل منك، قال له يا حسن حسن الختام ما دام النبي موجود ده ما فيش في الوجود أجمل من النبي محمد. يا نبي على جمالك يا نبي، يا نبي على كمالك يا نبي، على جمالك فوق كل الجمال، والبدر منك انكسف انكسف ومال، على جمالك فوق كل الجمال، والبدر منك انكسف انكسف ومال، والشمس قالت بانكسار نورك غالب يا نبي. يا نبي على جمالك يا نبي، يا نبي على كمالك يا نبي. الورد فتح فتح وقال إن النبي زان المكان، ده الورد فتح فتح وقال إن النبي زان المكان، وفل ونرجس وريحان قالوا ده عطر النبي. يا نبي على جمالك يا نبي، يا نبي على كمالك يا نبي. على عرش اسمك من زمان وشافوا آدم بالنور كمان، على عرش اسمك من زمان وشافوا آدم بالنور كمان، وعلى الجنة بالتمام محمد رسول الله. يا نبي على جمالك يا نبي، يا نبي على جمالك يا نبي. يا أول من ركب البراق من الأرض إلى السماء، يا أول من ركب البراق من الأرض إلى السماء، وجبريل كان معاك حتى سدرة المنتهى. يا نبي على جمالك يا نبي، يا نبي على كمالك يا نبي. يا نور منور يا إمام ياللي أمرت بالأذان،
نور منور يا إمام يلي أمرت بالأذان، يا أول من صلى وصام وطف بالبيت الحرام. يا نبي على جمالك يا نبي، يا نبي على كمالك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، يعني احييك للمره الثانيه والمليون على الكلمات الرائعه ديت وعلى اولادك المميزين، واتمنى يعني انك تدينا نصيحه لاولياء الامور بشكل عام، ازاي يعني يتنوا مع اولادهم، ازاي ينموا مهاراتهم اللي جواهم. هو المفروض ان الانسان اي ما يشوف موهبه مع اولاده، في اولاده او في ابنه، المفروض ان هو يتابعه وفي الوقت نفسه يشجعه ويكون في ظهره سند ليه. وفي الاول وفي الاخر هو الاب قدوه لاولاده، يعني الاب بيكون قدوه لاولاده، فالمفروض ان لما يشوف حاجه ما يتاخرش عن ابنه، يساعده بقدر امكانه حتى لو كانت بامكانياته الماديه، ده طبيعي يعني بالامكانيات الماديه بالمساعده بالتشجيع يفرح له يبقى مبسوط بيه، وربنا الموفق. ربنا الموفق. يعني قبل ما اختم معاكم اللقاء، يعني جات لي رساله من الجمهور عشان ما يزعلش، المهندس أنيس منصور بيقول بأن أكثر من 15 عام متوظفين ولم يتم تثبيتنا حتى الآن، نحن العاملون العمالة المؤقتة، مرتبنا رديء و200 جنيه. ملخص الحوار إن العمالة المؤقتة يعني ملف كبير ممكن نتحدث فيه، ممكن نشوف آخر تطوراته، الأسباب اللي متوقفة في تثبيت تلك العمالة، يعني هيكون لنا حلقة خاصة لمناقشة ملف العمالة المؤقتة. هختم الفقرة الأولى بآية قرآنية من الأستاذ أسامة سعيد، تفضل. إن شاء الله أقرأ قراءة ترتيل من سورة الإسراء برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وأنا يعني ممتع باللقاء ده، وأتمنى أن يكون في منا لقاءات عديدة بإذن الله في الفترات المقبلة. بعد إذن حضرتك زياد يقول أنا يعني بتأسفك عشان معنا فقرة تانية. تمام. طيب الإعداد يعني ادونا فرصة. تفضل يا أستاذ زياد. هي قصيدة لماهر زين. تمام اتفضل. شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يساويش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قل لي ازاي